ليكوا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو اللي فات عملنا كرييت لتو كومبوننت للهيدر والفوتر. عاوزين بقى المره دي هنعمل ايه؟ احنا المفروض عملنا كرييت للهيدر والفوتر، تمام. عاوزين بقى فاضل ايه؟ الكونتنت اللي في النص. في كل بيج في كونتنت في النص، هو ده اللي ايه؟ اللي بيتشنج، اللي بيتغير، تمام. عاوزين نكريت لكل كونتنت، نكريت له ايه؟ كومبوننت. هنروح على البروجكت بتاعنا، هعمل في الكومبوننت open in terminal، تمام. هعمل ان جي، فعملنا ان جي جنريت جي، تمام. كومبوننت سي هنعمل مثلا ايه؟ ساين اب، تمام. وعملنا ايه؟ انتر. احنا في الحلقه في الفيديو ده هنعمل تو كومبوننت، للساين اب وللكونتنت، او اللي هي الكونتنت اس. هنعمل للساين اب ديت، تمام، وهنعمل للكونتنت او كونتاكت، اسف، تمام. فهنا انا كده عملت للايه؟ للساين اب. هعمل الايه؟ للكونتاكت. هعمل ايه؟ انتر، تمام. هروح هنا، ديت اوريدي صفحه الساين اب مفتوحه، خدت منها الهيدر، تمام، والفوتر، تمام. هاخد الايه؟ كونتنت اللي في الايه؟ اللي في النص ما عدا الهيدر والايه؟ والفوتر. طبعا يا جماعه لو في حاجه بعملها مش صح، انا وانا شغال ههندلها. احنا بنتعلم، يعني مش كل حاجه دلوقتي بنعملها صح، يعني الخطوه اللي بتعدي مش بتبقى صح 100%. انا لسه هرجع هندل الحاجات التانيه، تمام. هاخدها هنا وفي الساين اب في الاتش تي ام ال بيست، تمام، وفي الكونتاكت في الاتش تي ام ال برضه. هروح بقى افتح صفحه الكونتاكت في الفيجوال ستوديو، مش هاخد الهيدر ولا الفوتر، تمام. هاخد ده بس، تمام. وهروح احطه ايه؟ هنا كده. احنا ايه؟ خدنا الكونتنت بتاع الساين اب والايه؟ والكونتاكت، تمام. طبعا احنا عارفين ان الانجولار بيزد اون سنجل بيج، يعني بالبلدي خالص، لو هنتكلم بالبلدي خالص، انك مثلا زي ما احنا عملنا دلوقتي، لقينا في كذا بيج في كذا حاجه متكرره، فاخدناها في كومبوننت، تمام. والانجولار ميزتها انها يعني ايه؟ لو حصل تشينج في حاجه معينه ما بيعملش ريلود للايه؟ للبيج كلها، لا، ده بيعمل ريلود للمكان اللي حصل فيه ايه؟ تشينج، للكونتنت اللي حصل فيه تشينج. هتشوف دلوقتي وهتوضح اكتر واحنا بنعمل الرولز، تمام. المهم لغايه دلوقتي عملنا للساين اب والكونتاكت، تمام. طبعا هنهندل الدنيا ازاي؟ قلت لك هتاخد كنترول ار، تمام. هتعمل ايمج، هتبعث عن اي حاجه اسمها ايمج. هنا في كونتاكت اصل، في كونتاكت مفيش ايمج خالص، فاذا انت مش محتاج كونتاكت اصل في حاجه. هنا في الساين اب هتعمل كنترول ار ايمج اي ام اي جي اي اس، تمام. هتهندلها اي ام اي جي اي اس، تمام. هتهندلها تخليها اسيت سلاش ايمج، تمام. وهتعمل ايه؟ ريبليس. طب خلينا نعمل ران للبروجكت اصلا قبل ما نعمل ريبليس عشان دي تكون واضحه برده اكتر. هروح هنا هعمل اي بي بي، خلينا ساين اب الاول، تمام. وهعمل ايه؟ هعمل سيف كده، هشوف هيعمل في فريند فايندر كل حاجه ظهرت ايه؟ زي ما هي، تمام. لو في اي، اشوف بقى الصور هنا ايه؟ مش ظاهره، عشان لازم نهندلها. هنروح هناك في الساين اب، هنعمل بقى ايه؟ ريبليس اول، تمام، ونعمل سيف. نروح هناك ايمج ايه؟ ظهرت كده.
وضحت، بدل ما كنا نعمل ريبليس عملنا ران البروجكت قبل وبعد. تمام كده يا جماعه، لغايه كده تمام جدا. تمام هنروح في البروجكت بتاعنا، بدل ما نحط الساين اب هنجرب هندل الحته ديت بالروتس، اما يجي وقتها هنفهم الدنيا ماشيه ازاي. هنعمل بي بي عندك كونتاكت، تمام هروح هناك. تمام اهو ظاهر وكل حاجه تمام موجوده. تمام يا جماعه كده انا ايه، انا خلصت الكونتنت بتاع الكونتاكت وبتاع الساين اب. هنرفع البروجكت بتاعنا عجيت، هنروح نعمل في جيت هاب نيو ايشيو، هعمل كرييت كومبوننت تمام. كريتنا ايه ساين اب اند كونتاكت، هعمل اساين يور سيلف وسبميت نيو ايشيو. تمام كنترول سي، هروح هناك هعمل في سي اس كوميت، كنترول في هعمل كلوزس كوميت اند بوش، كوميت اند بوش بوش. هروح هناك هنستنى عمل ما يعمل بوشنج، عمل بوشنج عمل كلوز وعمل الكوميت بتاعي. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، ولو في حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك في فيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.